السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد من استاد الأهلي. النهاردة طبعا موجودين معاكم لتغطية كواليس ما قبل وما بعد المباراة إن شاء الله من هذه المباراة، مباراة وادي دجلة والأهلي اللي سوف تقام إن شاء الله في ملعب بترو سبورت في الأسبوع الـ15. كل التمنيات إن شاء الله لفريقنا النهاردة بحصد 3 نقاط حتى إن شاء الله نستمر في الطريق للحصول على البطولة الثالثة إن شاء الله أو الدوري رقم 3 متتالي بأمر الله إن شاء الله، وأيضا البطولة رقم 40 للنادي الأهلي على مدار تاريخه في هذه البطولة. أكيد وإحنا في البداية قبل ما أروح وأتكلم على الكواليس وأتكلم على الإحصائيات الخاصة ما بين الفرقتين، لازم أبارك طبعا لفريق كرة اليد والطائرة والسلة سيدات بحصولهم على البطولة العربية بالنسبة لكرة الطائرة وأيضا كرة السلة بالنسبة للدوري المرتبط. طبعا كامل التوفيق ليهم وعهد جديد زي ما احنا بنتكلم اول بطوله مع مجلس كابتن محمود الخطيب طبعا بالكامل، دي حاجه محترمه وحاجه جميله زي ما احنا شفنا الحفاوه اللي حصل عليها كابتن محمود الخطيب من جماهير النادي الاهلي اثناء تسليم جوائز كره الطايره او البطوله العربيه لكره الطايره سيدات، ودي للعام الثاني على التوالي دائما في طريقنا لحصد جميع البطولات اللي احنا بنشوفها قدامنا او بنصطدم بيها. هو ده النادي الاهلي، هو ده الكيان الكبير اللي دائما بنسعد بالتشرف بوجودنا داخله، ودائما احنا اولاد الاهلي لما بنتكلم بنقول الاهلي فوق الجميع عشان احنا دائما بنحاول نوصل لاحسن حاجه من خلال النادي الاهلي. طبعا زي ما انتم شايفين جماهير النادي الاهلي كان في اليوم ده رائعه، واحنا احتفلنا هنا بقناه الاهلي طبعا ب نجوم مصر طبعا سيداتنا سيدات الاهلي سواء بقى في الطايره او السله، لان هم فعلا بيحققوا حاجه جميله جدا، واحنا بنسعد بهذه البطولات في ظل وجود نجوم كبار في سواء في الطايره والسله والالعاب الجماعيه كلها. هو ده النادي الاهلي، الف الف مبروك مره تانية. خليني بقى اروح ونتكلم على مباراه اليوم، واكيد الدوري زي ما احنا شايفين اسبوع ال15 دوري مشتعل، الدوري في حاجات كتير جدا بنسعد بيها، ولكن احنا بنتكلم ان مباريات كتير احنا لو كنا حصل فيها مكسب كانت الامور اختلفت تماما في جدول ترتيب الدوري، ولكن هي دي كرة القدم وحلاوتها. لكن ان شاء الله زي ما بقول لكم احنا في الطريق ان شاء الله للحصول على هذه البطولة، لان احنا كنادي اهلي هو ده هدفنا بشكل كبير. النهاردة مباراة وادي دجلة والاهلي، بنبتدي وادي دجلة ان هو صاحب الارض النهاردة، وادي دجلة والاهلي في ملعب بترو سبورت. نتائج يمكن المباريات الاسبوع الـ15 كالتالي، احنا ابتدت هذه المباراه بمباراه امبي والمصري اللي كانت يوم الجمعه، وفوز امبي على المصري 2-1، ثم مباراه طنطا والداخليه وفوز الداخليه 2-1 على طنطا، ومصر المقصه والاسماعيلي وفوز كبير لمنافس النادي الاهلي هذا الموسم على بطوله الدوري، فوز الاسماعيلي 4-1، ثم تعادل الرجاء والنصر 0-0، وبتروجيت والاسيوطي فوز الاسيوطي 2-1، وسموحه والانتاج الحربي فوز سموحه 2-1. يعني دي حتى الان مباريات او الاسبوع الـ15 نتائج حتى الان، لسه في طبعا مباريات بتستكمل النهارده واصلا يعني، فبالتالي كل التوفيق للنادي الاهلي زي ما احنا بنقول دائما. ايضا مشوار الاهلي في الدوري العام حتى الان، الاهلي كان ابتدى امام طلائع الجيش 1-1، ثم امام الاتحاد 2-0 للاهلي، وفوز على الرجاء 4-1، وفوز على الانتاج الحربي 2-1، وفوز على الاسماعيلي 2-0، وفوز ايضا على الداخليه 2-0، وفوز على المصري 2-0، وفوز كبير على انبي 4-1، وفوز على الاسيوطي 1-0، وهزيمه من او اولى الهزائم للنادي الاهلي يعني من فتره طويله من مصر المقاصه 3-2، وتعادل ايجابي 1-1 مع طنطا والاهلي وسموحه، واخر مباراه حتى الان 2-1 للاهلي فوز. طبعا ده كان مشوار النادي الاهلي حتى هذه المباراه. اما مشوار دجله في الدوري الممتاز، في بدايه الدوري وادي دجله يمكن قابل يعني حصد عثير اثناء توليت احمد حسام ميدو المدير الفني كان ساعتها لوادي دجله، هزيمه من المصري البورسعيدي 1-0، وفوز لوادي دجله 2-1، ثم فوز طنطا على وادي دجله 3-1، وهزيمه من سموحه 1-0، وتعادل ايجابي مع النصر 1-1، وتعادل ايضا ايجابي 2-2 مع بتروجيت، ثم الزمالك يفوز على وادي دجله 3-0، ثم 0-0 مع طلائع الجيش، ونتيجه ايجابيه وتعادل ايجابي مع وادي دجله والمقصه 3-3، ثم الرجاء تعادل ايجابي ايضا لوادي دجله 3-3، وهزيمه من الاسماعيلي 2-1، والاتحاد السكندري يفوز في مباراه كانت قويه 4-0، ودي كانت سبب
من اسباب رحيل احمد حسام ميدو عن فريق وادي دجله، ثم طارق العشري يكون موجود كمدير فني لفريق وادي دجله ويفوز على المقاولون 2-0، ثم يفوز على الاسيوطي 2-0. ده مشوار وادي دجله حتى الان في بطوله الدوري. اما يعني واحنا بنتكلم على تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين لعبوا 10 مباريات، فاز الاهلي في 7 منهم، ومره واحده فقط لفريق وادي دجله يفوز على النادي الاهلي، مباراتين تعادل و11 هدف احرزهم النادي الاهلي في مرمى فريق وادي دجله، واربع اهداف فقط احرزهم فريق وادي دجله في مرمى النادي الاهلي. دي تاريخ المواجهات، موقف الفريقين حتى الان. النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 29 نقطه، ودجله في المركز ال14 برصيد 14 نقطه. النادي الاهلي طبعا لعب 12 مباراه حتى الان، لسه فاضل له مباراتين مؤجلتين، طبعا النصر والمقاولون العرب. فاز في 9، تعادل في 2، خسر في 1، ليه 25 هدف وعليه 9 اهداف وليه 29 نقطه زي ما قلت لحضراتكم. اما وادي دجله لعب 14 مباراه حتى الان، فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات، له 17 هدف وعليه 24 هدف وليه في النقاط 14 نقطه. ده موقف الفريقين حتى الان. اما هدافي الفريقين وليد ازارو 7 اهداف، اما وادي دجله فوتارا يوسف ولي 5 اهداف في الدوري حتى الان. هدافه البطوله او هدافي بطوله الدوري ممتاز حتى الان زي ما احنا عارفين، يمكن جون انطوي من مصر مقاصة 10 اهداف، حسين الشحات ايضا مصر مقاصة 9 اهداف، عمر السعيد من الانتاج الحربي 8 اهداف، دييجو كالديرون لاعب الاسماعيلي 7 اهداف، وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 7 اهداف، وصلاح محسن لاعب انبي 7 اهداف، احمد جمعه من المصري 6 اهداف، احمد علي المقاولون العرب 6 اهداف، وطارق يوسف من وادي دجله 5 اهداف، محمد شعبان زيكا الداخليه 5 اهداف، اسلام ابو سليمه المصري 5 اهداف، محمد حسن ميدو نادي النصر 5 اهداف. ده يمكن كل ما وجود يعني بالنسبه لاحصائيات الفرقتين، لكن بعض الامور لازم طبعا نتكلم فيها. لكن عندنا تشكيل متوقع بالنسبه لفرقتنا النهارده، فريق النادي الاهلي يمكن في بعض الغيابات زي ما احنا شفنا نتيجه انذارات، يعني اجاييه مش موجود نتيجه هو خد 3 انذارات، ايضا اصابات متكرره في خط دفاعنا، ولكن بيقابل ان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين تقدر تشتغل في هذه الجزئيه. فبالتالي التشكيل المتوقع حتى الان، محمد الشناوي في حراسه المرمى وعوده حميده لمحمد الشناوي ان شاء الله بامر الله، ايضا احمد فتحي من اليمين الشمال، محمد هاني، ايمن اشرف، حسين السيد، اما خط الوسط حسام عاشور وعمرو السليه، امامهم احمد الشيخ، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد ازارو، اما ممكن احمد الشيخ يبقى موجود، وليد سليمان لسه. طبعا ده تشكيل متوقع احنا بنقوله لحضراتكم. يمكن هو ده تشكيل النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله يكون كل اللعيبه في كامل لياقتها البدنيه حتى يكون في حصول على الثلاث نقاط، وده الاهم ان شاء الله، لان احنا في صراع مع نادي الاسماعيلي على قمه الدوري، ولازم نستغل كل مباراه نكون فيها بامر. اما التشكيل المتوقع لفريق وادي دجله في حراسه المرمى، محمود رضا من اليمين الشمال، اسامه عزب، احمد العش، ومحمد انور والسيد سالم، خط الوسط محمد محسن ومحمد شريف، امامهم احمد الشناوي ومحمد هلال وحسام عرفات، وفي الامام احمد رؤوف. طبعا تشكيله وادي دجله مجموعه من اللعيبه المميزه على فكره، في واسامي مميزه في فريق وادي دجله. نتمنى ان شاء الله احنا نسهل على نفسنا، وزي ما احنا شفنا المباراه اللي فاتت اكيد انت ما بتسهل على نفسك وتحرز الهدف من بدري، ممكن يبقى في تعادل مثلا زي المباراه اللي فاتت، لكن اصرار لعيبه النادي الاهلي وقوه اصرارهم وعزيمتهم ان هم يحققوا مكسب مهم امام سموحه، وده بدايه انا بشوف ان ده كان مفتاح ان شاء الله لعوده الانتصارات ونغمه الانتصارات من جديد. ان شاء الله تكون النهارده في مباراه وادي دجله، ثم ان شاء الله المباراه القادمه سواء بتروجيت او المباراتين المؤجلتين سواء النصر او المقاولون العرب، ومباراه طبعا القمه مباراه الزمالك اللي اختار طبعا زي ما بنتذكر حضراتكم اتحاد الكوره اختار الطاقم مجري، ان شاء الله هيكون في مباراه القمه للتحكيم في هذه المباراه. لكن يعني كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله النهارده يكون في احسن حالاتهم، سواء بقى الجهاز الفني واختياراته للاعبين، اللاعبين ان شاء الله يكونوا بامر الله يعوضوا اي غيابات موجوده، هو ده اللي احنا نتمناه. عندنا مجموعه لعيبه مميزه سواء بقى في منتخب مصر موجودين او لاعبين ناشئين او لاعبين حتى، يعني احنا بنتكلم
علي معلول النهارده يبقى ممكن يبقى موجود بعد غياب طويل، لكن ان شاء الله احنا متاكدين ان كل اللاعبين اللي بيبقوا متواجدين بيأدوا الدور اللي عليهم. هيكون معانا طبعا بعد قليل هنتكلم بقى على الشكل الفني من خلال تواجدهم نجوم من مصر طبعا، نجوم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين. نتكلم بقى الشغل الفني، كابتن حسام البدري بيفكر ازاي؟ ازاي كان بيفكر مثلا ان هو يلعب محمد هاني او يلعب ايمن اشرف ووليد سليمان ولا احمد الشيخ ولا مين في خط الوسط اللي هيكون متواجد؟ كل ده كلام يكون معانا طبعا من خلال نجومنا الكبار كابتن شريف وكابتن ربيع ياسين. خلينا نروح لفاصل واستقبل ضيوفي في الاستوديو.